ذات يوم قيل لها أن الفن لا يصنع مستقبلا، فحرمت من دخول مدرسة الفنون الجميلة لتمضي الأيام وتثبت أن المستقبل يشرق على هدي الروح وأن موهبتها ستكون سر نجاحها وتألقها. في طفولتي أراد أهلي أن أنهي دراسات العليا، وصلت للثانوية العامة وأردت أن أدخل مدرسة الفنون الجميلة، لكن أهلي رفضوا بشدة ووضعوا لي حواجز. وجدت في ألوان ورموز الألبسة الأمازيغية ظالتها التي لطالما كانت تلفت أنظار الأجانب في المعارض، فاستلهمت من هذا التراث الجميل تصاميم عصرية. هدفي كان جذب الانتباه لتصاميمي والخروج عن النمطية السائدة في اللباس الأمازيغي، الخطوط العادية المعروف بها، الفستان الأمازيغي وغيرها. وسعت دائرة خياراتي لتشمل قماشات راقية، صممت قشابيات راقية أيضا. حرفيون آخرون تركوا بصمتهم على الحقائب فناقشوا رموزا من التراث الجزائري على جلود جزائرية لكي تسافر الحقيبة يوما ما حاملة معها قصة هذه الأرض. شركة بيزاساك هي شركة رائدة في صناعة الحقائب، عندنا 3 ورشات، ورشة خاصة بالصناعات العالمية، ورشة خاصة بالصناعات التقليدية، وبالإضافة إلى ورشة المستحدثة الخاصة بالرسم اليدوي على الحقائب. على غرار المشاركين الجزائريين، دول عديدة تجد في هذا المعرض فرصة للتبادل الثقافي والتجاري. إذا نراو أن شراكة كما هناك عملنا الأولى اللي هي ناجحة، نجم نكملوا على مستوى التكوين، على مستوى وخاصة في مستوى احنا الجزائر. وقت جات لتونس ديجا احنا فرحنا بها ولقينا منتوج عليه إقبال كبير، اللي مثل الهوية، اللي مثل الموروث الثقافي. راو أنا شعب واحد، واليوم إذا بحكم كما هناك اليوم نراو أنه 3 وزراء جاوا دشنوا المعرض هذا، فيدل على أهمية قطاع صناعة تقليدية. وتبقى مشكلة التسويق للمعرض عائقا أمام العديد من الحرفيين الذين يأملون في التعريف أكثر بمنتجاتهم. عندما تصنع الأشياء يدويا فإنها تحتفظ بقصتي وهويتي وتاريخ أصحابها، فوراء كل منتوج هنا قصة مميزة. من الجزائر سارة فانا اليوم.